إذن التلفزيون العربي. تحليلك أحمد جرادات، بالرغم من أن الكثير من الاتصالات تحاول الضغط على الحكومة اللبنانية، تحاول أن يعني تؤثر على حزب الله، تطالبه بعدم الرد، ولكن التصريحات الإسرائيلية ومنها يوآف جالانت تتوعد برد، في حين لم يستقبل أهالي مجدل شمس حيث وقع هذا الحادث أيا من المسؤولين الإسرائيليين، واحتجوا عليهم وعلى رأسهم نتنياهو. أسألك عن صعيدين، عن التطورات من ناحية التصريحات أيضا ميدانيا، هل هناك أي تحركات لافتة، وماذا جرى على مات الجليل على اليوم؟ نعم، التصريحات الإسرائيلية هي تقع في إطار التهديد والوعيد للبنان والحديث عن هجمة قوية قد يشنها الجيش الإسرائيلي في الساعات المقبلة، ولكن بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فلم يتم عرض الخطط أمام الكابينت الإسرائيلي خشية من تسريب هذه الخطط للإعلام الإسرائيلي. وهنا ربما الإشارة إلى بن غفير الذي عادة ما يسرب ما يجري في اجتماعات الكابينت الإسرائيلي، ولكن الكابينت فوض نتنياهو وجالانت وكلاهما يهددان بتوجيه ضربة قاسية وقوية وتدفيع حزب الله ثمنا باهظا دون معرفة طبيعة هذه الخطط. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه مستعد من الناحية العملياتية. موقع والله الإسرائيلي ينقل عن مصادر بأن الجيش زاد من حالة التأهب في صفوف سلاح الجو، وتم وضع عدد من الطائرات الحربية على قيد التأهب، إضافة إلى زيادة عدد الطائرات التي تحوم في سماء الجليل والقرب من الحدود مع لبنان، ذلك استعدادا للهجوم الإسرائيلي. حقيقة كل شيء يعني يترتب على نوعية الهجوم الإسرائيلي، الهدف الذي ستضربه إسرائيل وتبعات ذلك من رد محتمل لحزب الله، وهذا ما أشار إليه المحلل العسكري لهارت صباح هذا اليوم، والذي قال بأن إسرائيل تقدر وتبحث أو تحاول أن تقدر الرد المحتمل لحزب الله على الهجوم الإسرائيلي. ربما قد يكون هذا الرد في العمق، والجيش الإسرائيلي في هذه الفترة ليس جاهزا من الناحية العملياتية لتوسيع العملية العسكرية، وعليه نتحدث عن تهديدات من السياسيين والمسؤولين والوزراء، ولكن من الناحية العملياتية والتسريبات تشير إلى رد إسرائيلي دون أن يؤدي ذلك إلى حرب واسعة أو شاملة. بخصوص زيارات جالانت ونتنياهو إلى مجدل شمس، كلاهما وصلا اليوم إلى مجدل شمس، كان الأبرز هو اعتراض أهالي الجولان على زيارة بنيامين نتنياهو الذي وصل إلى الملعب الذي سقط فيه الصاروخ. و يقول أهالي الجولان والغالبية من أهالي الجولان يقولون بأنهم لا يريدون استغلال هذا الحدث سياسيا من قبل إسرائيل، وأنهم ضد قتل الأطفال وضد الحرب. هناك لافتات رفعت اتهمت نتنياهو بأنه مجرم حرب وطالبوه بالرحيل من هذه المنطقة. حقيقة منذ اللحظات الأولى لهذا الحادث هناك استغلال من قبل السياسيين الإسرائيليين ومغالطات في التعبير أو حتى في التصريحات، فمثلا يتحدثون عن أنهم من إسرائيل، ولكن هذه المنطقة هي مناطق بأغلبية السكان فيها يعرفون أنفسهم بأنهم من سوريا، هي مناطق وأراضي احتلت بعد عام 67، وغالبيتهم لا يحملون الجنسية الإسرائيلية ويطالبون في الفترة الحالية بعدم استغلال ما جرى سياسيا من قبل إسرائيل بتوجيه ضربات إلى لبنان أو محاولة استغلال هذا الحادث لتوسيع العملية العسكرية وشن حرب على لبنان. نعم، شكرا جزيلا لك من الجليل الأعلى أحمد جرادات. التلفزيون العربي.